جهة اليمنى إلى نفس اللاعب مرة أخرى، هذه المرة الكرة تذهب إلى الجهة اليسرى، عالية من قولة وبالرأس تنحط، ولكن المدافع يبعد الكرة الماضية. ماسك الكرة فريق نادي ميلان. سجل ممتاز في الأسابيع الطويلة الماضية، لم يخسر منذ أن خسر أمام نادي روما في الأولمبيكو في روما بهدفين لأربعة أهداف، وكان ذلك في 22 من ديسمبر من العام الماضي. جميلة ملعوبة، خطيرة، لا زالت كرة، جول جول جول، هدف فرنسي، هدف للفرنسي فلاميني في ضغط واضح من جانب ميلان في المباراة. هذا الضغط الواضح يثمر هدفا، يثمر هدفا في بداية جميلة، في بداية قوية، في ضغط واضح من جانب الفريق الميلاني. روبينيو نقلها، المدافع هياها، وقد جاءت على قدم الفرنسي. الفرنسي استغل الكرة الماضية من المدافع وسدد في زاوية بعيدة على حارس المرمى، وقد سجل ميلان وتقدم ميلان لأنه الطرف الأفضل في لعبة منظمة تماما. يصل نابولي، يصل نابولي ويسجل باندف، يسجل باندف هدف التعادل. لعبوها صح لاعبي نابولي الكرة الماضية، تناقلوها صح، وصلت صح، وانتهت كذلك صح. شوف زونيجا، يا سلام يا سلام على هامسك، افضل اسيست في الدوري الايطالي بلا منازع، افضل صانع اهداف بلا منازع في الدوري الايطالي، هذا هو صاحب اللمسة الراقية الماضية الى باندف. باندف في المكان السليم، باندف يعادل الان، واوه الرئيس، الرئيس